إسرائيل بتوجيه هجومي الذي قتل السيد هنية، واعتبرت أن هذا يعد خرقا خطيرا لسيادة إيران وسلامة أراضيها وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وأما القائد الأعلى والشخصية الرسمية الكبرى الأخرى فإنها توعدت بالانتقام من مقتل السيد هنية، وحذرت إسرائيل من وأقتبس عقابا شديدا الغاية منه التوصل لعميق الألم لمن ارتكب هذا العمل انتهى الاقتباس. وإن الكثير من المجموعات المسلحة غير الحكومية قد أيدت إيران في مختلف المناطق وهددت بالرد ضد إسرائيل. وأما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإنه في بيان على المباشر للأمة منذ بضعة ساعات قد قال إن إسرائيل قد شنت ضربات على 3 جبهات بما في ذلك ضد حماس وحزب الله والحوثيين في الأيام الأخيرة، وشدد على أن إسرائيل تشن حربا وجودية ضد إيران. سيد الرئيس، إن الهجمات ضربة اليوم ضد إيران تأتي في أعقاب أحداث تصعيدية كثيرة في المنطقة، وفي حين أن العنف يتواصل بلا هواد في غزة بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي لم تتوقف، فإن الوضع على طول الخط الأزرق وداخل لبنان يسير في طريق مقلق جدا. ومنذ آخر إحاطة قدمتها لكم في 22 يوليو فإن المسار السلبي تواصل، وفي حادث مأساوي بتاريخ 27 يوليو قتل 12 طفلا وأصيب العشرات في ضربة صاروخية وقعت في ملعب كرة قدم في القرية الدرزية مجدل شمس في الجولاني السوري المحتل. وحسب قوات الدفاع الإسرائيلية فإن صاروخا من صنع إيراني من طراز فلق واحد قد أطلقه حزب الله من شمال قرية شبعة بجنوب لبنان، وأنكر حزب الله مسؤوليته عن هذه الضربة. وعقبت هذه الضربة أشهرا من التبادلات المكثفة على طول الخط الأزرق مع لبنان وعشرات الغارات الجوية أو الهجمات الجوية عفوا باتجاه إسرائيل من مواقع مختلفة متفرقة في المنطقة عزتها إسرائيل لقوات تدعمها إيران. وفي 30 يوليو فإن قوات الدفاع الإسرائيلية قد أصدرت بيانا زعمت فيه هجوما مستهدفا في بيروت على قائد لحزب الله يزعم بتورطه في حادث مقتل في مجدل شمس. وأكد حزب الله أن قائدا كبيرا هو فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن قد قتل. وحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن 5 أشخاص على الأقل قد قتلوا منهم طفلان في هجوم وأصيب الكثير. سيد الرئيس، إن الهجمات المتفرقة في الأيام الأخيرة تشكل تصعيدا خطرا وخطيرا، وإنها تحصل في خضم الحرب الدائرة رحاها في غزة حيث يواصل حماس احتجاز مختطفين من إسرائيل بتاريخ 7 أكتوبر، وفي حين يتواصل القتال والأوضاع الإنسانية الكارثية السائدة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة. ومؤخرا في 27 يوليو فإن ضربة إسرائيلية مروعة قتلت 10 بما في ذلك أطفال في مدرسة في دير البلح حيث كان يحتمي الآلاف من المشردين الفلسطينيين، ويذكرنا ذلك من جديد بالحصيلة المروعة لهذه الحرب وكلفتها على المدنيين. وفي وقت سابق من نهار اليوم فإن صحفيا في الجزيرة ومصوره قتل حسب بلاغات تفيد بقصف جوي إسرائيلي على غزة بينما كان يجريان تحقيقا صحفيا من منزل إسماعيل هنية. سيد الرئيس، اسمحوا لي أن أؤكد كلمات الأمين العام نهار اليوم. لطالما دعا الأمين العام وأقتبس بلا انقطاع لتحل الجميع بأقصى درجات ضبط النفس، ولكن من الواضح بشكل متزايد أن ضبط النفس بمفرده غير كاف في هذا الظرف بالغ الحساسية انتهى الاقتباس. إن الجهود الدبلوماسية لتغيير هذا المسار وللتوصل لمسار باتجاه سلام واستقرار إقليميان مطلوبان بشكل عاجل، وإن الاتصالات بالصواريخ وبالمسيرات المسلحة وغيرها من الهجمات الفتاكة يجب أن تكف. وأثني على نداء الأمين العام أقتبس للعمل بشكل حثيث لتهدئة إقليمية لمصلحة السلام والاستقرار طويلة الأمد للجميع انتهى الاقتباس. على المجتمع الدولي أن يعمل سويا لمنع كل ما من شأنه أن يوسع نطاق النزاع وأن يكثفه. نحن بحاجة لجهود دبلوماسية عاجلة وفعالة لتهدئة الإقليمية. يؤدي هذا المجلس دورا محوريا في هذا المضمار. حان الأوان الآن. شكرا سيدي الرئيس.